لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في فيديو النهاردة عن منى الإمام الموقوفة بسبب المخدرات أمام القضاء غدا الأربعاء. شاهد التفاصيل. يفتح مجلس قضاء الجزائر يوم غدا الأربعاء الملف الجزائي المتابع فيه المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة الموقوفة منى الإمام لتمثل أمام القاضي مجددا في قضيتها المتعلقة بحيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير الفعل المنصوب والمعاقب عليه بالمادة 13 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وهي التهمة التي نسبت إليها خلال مجريات التحقيق الابتدائي. وتم برمجة القضية بالغرفة الجزائية الأولى بعد استئناف المتهمة منى الإمام ووكيل الجمهورية في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الدار البيضاء شهر أوت المنصرم. وفي ملف القضية تواجه المتهمة منى الإمام عقوبة الحبس النافذ 18 شهرا، فيما تم الحكم غيابا على متهمين اثنين فارين من محل أمر بالقبض الجسدي بعشر سنوات حبسا نافذا. ويتعلق الأمر بالمدعو كمال سائق سيارة غير شرعي كولومدستان بمدينة وهران، والمدعو ياسين مروج مخدرات بالعاصمة. أثار خبر توقيف المتهمة منى الإمام شقيقة سيليا الإمام ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على حسابها الشخصي انستغرام، حيث لم يتقبل متابعوها وقائد ضلوعها في حيازة المؤثرات العقلية قبل أن يتم تقديمها أمام القضاء ومحاكمتها في جلسة علنية. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو وعرفنا إن منى الإمام غدا سوف تقف أمام القضاء، وسنعرف كل حاجة يا جماعة بكرة، انتظرونا إن شاء الله. مش حابب أطول عليكم أكتر من كده، نشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.